التعامل معها وتوثيقها وابلاغ الفريق المعالج لاي خلل ممكن يصير في الخطه العلاجيه. دائما نلتزم تقديم الدواء المناسب للمريض في الوقت المناسب دون خلل، ودائما نشرح لمرضانا سبب صرف الدواء واذا في اعراض جانبيه للدواء. اسف استاذه فرح، بس اذا ممكن بس نرجع لاول سلايد بس على السريع بس علشان التسجيل. دور التمريض دكتور ولا من البدايه؟ من البدايه اذا تسمحين. ان شاء الله. شكرا. في المحاضره راح اسلط الضوء على مهام دور التمريض في علاج وتاهيل مرضى الادمان في المركز الوطني للتاهيل. طبعا يتقسم هناك عدة تصنيفات علمية للمريض في كل مرحلة من مراحل الإدمان حتى علاجه، وعلى أساس نبسط راح نتكلم عن ثلاث مراحل أساسية عندنا، اللي هي مرحلة العيادة الخارجية، قسم إزالة السمية، قسم إعادة التأهيل. وراح أتكلم عن أهم التحديات اللي تواجه كادر التمريض خلال أداء خلال أدائهم مهامهم الوظيفية اليومية. دور طاقم التمريض، طبعا يعتبر التمريض جزء مهم، جزء لا يتجزا من الفريق العلاجي، وله دور اساسي في المشاركه الفعاله مع الفريق العلاجي لاعداد الخطه العلاجيه. تدخل العمليات التمريضيه في علاج مريض الادمان تبدا من مرحله الوقايه اللي هي عن طريق تقديم المشوره والنصيحه، من خلال مشاركه في البرامج التوعويه اللي يقدمها المركز الوطني للتاهيل. المرحله الثانيه اللي هي مرحله المعالجه، يتم فيها تقييم المريض تقييم صحيح، دعم الخطة العلاجية، التأكد من فهم المريض للقرارات والخطوات العلاجية، نستعرض مع المريض الخطة العلاجية ومتابعة مراحل تنفيذها خطوة بخطوة، وطبعا يكون الممرض بدراية كاملة عن حالة المريض ويستطيع التعامل معها وتوثيقها وإبلاغ الفريق المعالج بأي خلل ممكن يصير في الخطة العلاجية. الالتزام دائما بتقديم الدواء المناسب في الوقت المناسب دون خلل، ودائما نشرح لمرضانا سبب صرف الدواء والاعراض الاعراض الجانبيه لكل دواء. راح نتكلم عن المرحله الاولى، طبعا تبدا مهمتنا في استقبال المريض في العياده الخارجيه. هنا دياجرام يبين البروسيس اللي يمشي عليها المريض اللي هي البوابه. نفس ما قلنا ان الممرض هو اول شخص يستقبل المريض في العياده الخارجيه. في تقييم للمرضى اللي هي تقييم العلامات الحيوية، الوزن والطول، فحص البول، جهاز فحص الكحول وفحص الدم. وبعدها المرحلة اللي بعدها يتم مقابلة المريض للطبيب النفسي وتقييم حالة كل شخص على حدة. أهم التحديات اللي تواجهنا في العيادة الخارجية، التعامل مع سلوكيات المرضى خاصة مع زيادة أعدادهم. إذا نتكلم عن سلوكيات المرضى، نحن نتكلم عن سلوك إدماني، ما نتكلم عن المريض نفسه. دام أن المريض ياخذ أدوية مخدرة في سلوكيات تأثر عليه، يعني أوكي إذا نحن يعني أقل مثال ممكن نتكلم عن المرضى، مثلا مريض يكون متنرفز، وايد معصب، يمكن في بروسس أو عنده مثلا أشغال يبي يخلصها بسرعة، ففي إشكاليات تصير خلال وجوده في العيادة الخارجية. وما شاء الله اعداد المرضى دائما في تزايد، صح انه في يعني في مواعيد للمرضى، بس يعني الاعداد عندنا كثيره في العياده الخارجيه. فدور التمريض دائما الممرض يقعد مع المريض يهديه، دائما نطيب خاطرهم، ولازم نعرف شو سبب المشكله او شو سبب الوضع، مثلا المريض متنرفز، ودائما يكون يعني في اغلب الاحيان يكون في مس اندرستاندينج، ودائما نحاول ان احنا نحل هاي الاشكاليه. ونفس ما قلت لازم نطيب خاطر مرضانا. في تحدي ثالث في العياده الخارجيه اللي هو عند استقبال المريض في العياده الخارجيه، تكون هناك احتماليه ان المريض يحضر للعياده يكون حامل لمرض معدي، ممكن ينقله لطاقم التمريض. نفس ما قلت الممرض هو اول شخص يلتقي بالمريض، طبعا على الرغم من اخذ جميع الاحتياطات اللازمه، ممكن نقول اقل مثال اللي هو COVID-19. فدور التمريض في العياده الخارجيه دائما نتاكد ان ما في اي خلل في الاجراءات الاحترازيه.
المرحلة الثانية اللي هي مرحلة قسم إزالة السمية. إذا نتكلم عن هالمرحلة، طبعاً التمريض قسم إزالة السمية هم خط الدفاع الأول في التواصل مع المريض، وهذا يعتبر طبعاً تحدي كبير لهم، خاصة أن الممرض يكون الشخص الوحيد اللي متواجد في المركز 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. هو أكثر شخص ممكن المريض يشوفه. في قسم إزالة السمية يكون دور التمريض وايد كبير وحساس، خاصة أن المريض يكون في أضعف حالاته. شو يعني أضعف حالاته؟ في قسم إزالة السمية المريض تظهر عليه الأعراض الانسحابية. شو هي الأعراض الانسحابية؟ هي مجموعة من الآلام الجسدية والنفسية اللي تظهر على المريض عند التوقف المفاجئ من تعاطي المخدر. من أهم مهام التمريض في قسم إزالة السمية نفس ما قلنا تقييم الأعراض الانسحابية، تقييم مخاطر السقوط والخطر والشعور تقييم مخاطر السقوط والشعور بالألم. شو يعني تقييم مخاطر السقوط؟ نحن نتكلم عن مريض ماخذ أنواع مختلفة من المواد المخدرة. المريض ممكن يكون دايخ، المريض ممكن يكون في عالم ثاني عندها الوسواس، فنحن لازم نقيم مخاطر السقوط. وطبعا في عندنا تقييم معين موجود عندنا في المركز وكل التمريض يتبعه. والشعور بالألم مثل ما قلنا في المرحلة المريض تكون عنده آلام شديدة. دائما نعرف المريض بحقوقه وواجباته، دائما نعرف المريض بنظام القسم، خاصة الشخص يومي يدخل مكان جديد ما يعرف شو البروسس اللي ماشيين عليها على أساس إنه يقدر يتعايش مع البيئة الجديدة. واحدة من مهامنا أوصى إن إحنا دائما يعني نطلع المريض على الخطة العلاجية والدوائية، وأهم شيء عندنا نحن بناء علاقة احترافية مهنية مع المرضى. دائما خبر مرضانا إنكم أنتم الشخص الأساسي والمهم عندنا في المركز، ونأكد على المريض على سرية المعلومات، نأكد لأن أي معلومة أنت تقول لي إياها ما راح تطلع من نطاق الفريق العلاجي. ونأكد دائما على مبدأ المساواة في التعامل والحقوق. دائما نقول لمرضانا إن بغض النظر عن مستواك الاجتماعي، مستواك الوظيفي، مستواك العائلي، كل المرضى عندنا سواسية في الحقوق والتعامل. أهم التحديات اللي تواجهنا في قسم إزالة السمية، طبعا في قسم إزالة السمية نحن نساعد ونساند المريض في العلاج في مهمتين اللي هي المرحلتين اللي مر فيهن المرضى، اللي هي مرحلة العلاج البدني ومرحلة العلاج النفسي. إذا نتكلم عن مرحلة العلاج البدني، خلال هالمرحلة تظهر على المريض أعراض بدنية اللي سميناها نحن الأعراض الانسحابية، ونذكر منها الأرق، التقيؤ، آلام في العضلات والعظام، ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم، ارتفاع في معدل ضربات القلب، انخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة. أنتم ممكن تشوفون ممكن هاي الأعراض وايد عادية، لكن إحنا نشوف مرضانا فعلا نحس بالمريض كثر شو يعاني. يعني نحن يوم أتكلم عن مريض أي شيء ياكله يرجعه، يوم أتكلم عن مريض عنده آلام شديدة في العضلات والمفاصل، أتكلم عن مريض عنده ارتفاع دقات قلبه، يعني لدرجة أن المريض يحس بدقات قلبه، يعني يقول لي أنا أحس أن قلبي بيطلع من مكانه من كثر يعني الأعراض الانسحابية اللي تطلع له. دور التمريض راح أتكلم as general مع العلاج النفسي. عندنا الأعراض الثانية اللي هي الأعراض الانسحاب النفسية، طبعاً بسبب التوقف عن استخدام المواد المخدرة يكون خلل تام في الوظائف النفسية والسلوكية. نتكلم عن خلل تام، طبعا تعتبر هالمرحلة المرحلة الأصعب في علاج الأعراض الانسحابية للمدمن. في المريض يمر باضطرابات نفسية خطيرة، نذكر منها العصبية الزايدة، الاكتئاب الحاد، فقدان الإدراك الحسي والوعي، الهلوسة، ممكن تكون هلوسة سمعية، ممكن تكون هلوسة بصرية. ممكن المريض يقول لي يعني مثلا أنا أخذ الأسسمنت أو التقييم من عند المريض، أكون قاعدة معه في الريسبشن يقول لي والله أنا أشوف ريال لابس غتر وعقال وراي، منو هذا؟ هذا أكيد من التحريات، هذا أكيد من الشرطة، هذا أكيد في واحد يأخذ معلومات عني. فتخيلوا أنا أكون قاعدة والمريض يشوف أشخاص ناس ثاني، أو مثلا يقول لي والله أنا أشوف نمر يمشي عدالي. فهذه كلها هلوسة ممكن تصير للمريض.
في افكار غريبه تكون عند المرضى، ممكن ومن ضمنها افكار انتحاريه، يعني المريض ممكن يسمع اصوات شخص يقول انت لازم تنتحر، انت لازم تقتل فلان. يعني فعلا المريض يمر باعراض انسحابيه نفسيه وجسديه وايد صعبه، انتقالات في المزاج. طبعا سبب الانسحاب المفاجئ للمخدر من الجسم ينتج عنا نفس ما قلنا خلل تام في وظائف المخ، ويؤدي من الانتقال من حالات السعادة والفرح والهدوء. طبعا هذه المريض اللي كان يحس فيها في مرحلة استخدامه للمواد المخدرة، طبعا هي يعني فترة مؤقتة، ما نشجع حد يعني نقول له والله لا انت اذا خضيت مخدرات راح تنتقل لحالات من السعادة والفرح والهدوء. طبعا هذه حالة مؤقتة يحس فيها المريض، عقب ما يوقف منها المخدر تنقلب هالحالات من حالات الفرح والسعادة والهدوء والوناسة إلى العصبية والهياج. شو أهم التحديات اللي أنا أباكم بس تحسون يعني بالوضع اللي إحنا نحس فيه؟ دام تكلمنا عن الأعراض الانسحابية الجسدية، نحن والله الواحد لو تي مثل حمى بسيطة أنت مرادق على الفراش ما يقدر يتحرك، كيف مريض؟ نرجع حق السلايد اللي قبلها، الاعراض يعني الاعراض البدنيه اللي تكون فيه، يعني ما اعرف كيف اشرح لها لكم، بس صدقوني نفس ما اعرف اذا تشوفون الافلام كيف يوم يكون مريض الادمان يصارخ يكسر عروق ايده عروق وجهه عروق رقبته تطلع، ترى هذا كله اللي احنا نشوفه. انا كنت اظن قبل لا اكون يعني ممرضه في المركز الوطني للتاهيل كنت أظن إن هذا يعني أفلام هوليوود ولا بوليوود، بس فعلاً هذه الأشياء اللي يمر فيها المريض. نحن نعرف. إذا تسمحي لي أستاذة فرح بس توضيح بسيط يعني إضافة لكلامك للجمهور، يعني هي الأعراض مثل ما ذكرتها الأستاذة فرح، يعني الأعراض اللي نحسها لما نكون مريضين، فينا حمى، فينا آلام، فينا تكسر في الجسم، فينا إحساس بالخمول، بس اللي يحس فيها كأعراض انسحابية مشابهة لهالأعراض بس أقوى منها يمكن عشرات المرات، هي قوية جدا. فتخيل أنت مثلا تيك الحمى تخليك في الفراش ما تقدر حتى تتحرك، تخيل الحمى هذه أقوى، تكون إحساسها يكون أقوى عند المريض هذا بعشر أضعاف على الأقل. فهذه هي قوة الأعراض الانسحابية، وهي اللي تخلي المدمن ما يقدر يترك من نفسه، لازم يكون في مركز علاجي، وهي هاي فترة إزالة السمية، أنه تسحب السمية فيتخلص المريض من الأعراض هاي الانسحابية اللي هي الفيزيائية أو الفسيولوجية. تفضلي سالة برا. طبعا دورنا نحن في هالمرحلة دائما نهدي المريض، نشرح له أن هاي المرحلة اللي انت تعدي فيها هي مرحلة عادية، مش يعني عادية نحن مش حاسين فيك، لا، هذه مرحلة لازم انت تمر فيها على أساس توصل لبر الأمان، لازم مرحلة تعديها على أساس أنك تتخلص من المخدر. دائماً نكون مع مرضانا ونبينهم أن نحن واقفين معاكم، إنسان دينكم، والله العظيم أن نحن نحس فيكم. أوكي، صح أنا ما مريت نفس ما قلت الدكتور، يعني نحن مثلاً نمرض بشيء بسيط ونتعب وايد، لكن عشرات يعني في فرق، أصلاً ما في مجال يعني أقارن بحمى عادية تصيبني وبين مريض متعود سنوات على مادة معينة ويفجأة يتخذ قرار إنه يوقف ويبدأ حياة جديدة. فنحن نوقف معاهم، نساندهم، دائماً نقولهم نحن موجودين عشانكم، المركز ما نفتح إلا عشانكم، الدولة ما وفرت هالمركز إلا عشانكم، فأنتوا الأساس عندنا. طبعاً نقعد معاهم نهدي المريض، نشرح لنا هاي مرحلة أنت لازم تمر فيها أساس تخلص من المخدر، نحن معاك ونساندك، دائماً نحن عندنا reassurance. بما أني قلت نحن يعني أكثر ناس نكون مع المرضى، دائماً نساندهم، نوقف وياهم دائما. اوكي احنا نقول للمريض ان في علاقه مهنيه بيني وبينك، بس انا احس فيك نفس ما احس باخوي، نفس ما احس بولدي، نفس ما احس بابوي، نفس ما احس باختي، انت يعني انت شخص انسان مثلي انا احس فيك. اوكي في علاقه مهنيه، فهمناها العلاقه المهنيه فيها حدود ما نتعداها، لكن انت بالنسبه لي شخص وايد مهم، وايد يهمني انك انت تكون بخير. دائما نقول لمرضانا نحن عارفين ان هاي المرحله وايد صعبه، ما اعرف دكتور شو صار سي شخابير، نحن عارفين ان هاي المرحله وايد صعبه، لكن انت بالنسبه لنا انسان شجاع. ليش انت انسان شجاع؟ لانك انت اتخذت قرار انك تكون اليوم معانا،
يعني انت موجود عندنا في مركز إزالة السمية، انت اتخذت قرار وايد صعب، ممكن مش اي شخص ممكن يتخذ هالقرار، انت اتخذت قرار انك توقف من مادة انت من سنين متعود عليها، من مادة هي بالنسبة لك شيء اساسي، شيء يعني ما يمر يومك بدونها، نفس ما نحن نشرب الماء ونتنفس، بالنسبة لمرضانا يعني المخدر شيء وايد اساسي عنده. فنحن دائما نقول له انت اتخذت هالقرار، ودامك انت موجود معنا انت شخص شجاع، ونحن واقفين وياك ونساندك، دامك انت ويانا وقررت انك توقف من هالمادة وانك تعالج وانك تبدأ حياة جديدة، نحن وياك وراح تعدي هالمرحلة على خير ان شاء الله. في عندنا بعد طبعا في تدخل علاجي بالأدوية، هي الأساس عندنا، الأدوية اللي يوصفونها الدكاترة للسيطرة على الأعراض وتخفيف الآلام على المريض. دائما شجع الدكتور عندنا، نحن دائما او المستمعين احنا دائما نشجع مرضانا، نقول له دائما يعني نشجع انه يكون قريب من رب العالمين، عارفين ان المرحله وايد صعبه، نحن نساندك. دائما نشجع مرضانا ان يواظب على صلاته، نوفر له مصاحف، دائما نذكر ان في اذكار يوميه لازم تقراها على اساس تقدر تعدي هالمرحله على خير، وتكون عندك راحه، تكون عندك راحه نفسيه وطمانينه في قلبك، وإن شاء الله فترة وبتعدي. في عندنا واحدة من الأساسيات بعد في العناية أو في التمريض، اللي هي مراقبة العلامات الحيوية. لازم نتأكد من مريض أن نشيك له ضغط الدم، معدل التنفس، الأكسجين، معدل ضربات القلب والحرارة. ممكن أستاذة فرح تفصلي الشير سكرين وتردي تسويه عشان نشوف إذا بتروح ان شاء الله الخطوط هذه. للاسف بعض يعني بعض البارتيسيبنتس الحضور يعني ما ملتزم باداب حضور الندوات يعني. ان شاء الله دكتور، بس دقائق يعني تصرفات هذه طفوليه اللي يسوونها. اوكي، ممكن الحين مره ثانيه تسوي شير حق ان شاء الله راحت تمام. طبعا احنا بعدنا موجودين اللي هو المرحلة الثانية قسم إزالة السمية. من التحديات الثانية اللي تكون عندنا في قسم إزالة السمية، طبعا تكلمت عن المراحل الصعبه، والدكتور انس تكلم عن المراحل الصعبه اللي يمر فيها المريض، وهي نفس ما قلت نحن نشجع المرضى ونقول له انت ما شاء الله انسان شجاع وشي، بس في مرضى ما يقدرون يتحملون هالاعراض، ونحن ما نلومهم، شرحنا نحن كثر شو هالاعراض وايد صعبه. فوحده من التحديات اللي فعلا تواجهنا وشي وتحزننا يعني، ان المريض ما يقدر يتحمل هالاعراض الانسحابيه، فيطلب انه يخرج ضد النصيحه الطبيه. ومتى تصير هالأمور؟ خاصة فترة الليل، نفس ما قلت أن الممرض يكون هو الشخص الوحيد موجود فترة الليل، فيكون دورنا وايد كبير. أول شيء نقعد مع المريض نقيم حالته، نسأل المريض أنت ليش تبى تطلع؟ أوكي، عندك آلام؟ في أدوية أنا ممكن أساعدك فيها. عندك هلوسة؟ في أدوية الدكتور حاط لك أدوية. ما ساعدك هالدواء؟ في دواء أقوى عنه، ممكن نكلم الدكتور ويضيف لك إياه. نشوف شو الأسباب اللي تخلي المريض يطلب إن يطلع ضد النصيحة الطبية وما يكمل العلاج. طبعا أول شيء نقعد نقيم الوضع، نقيم وضع المريض، نقدم له الدعم النفسي. دائما نقنع المريض ونقول له ان نحن موجودين وياك، راح نقدم لك النصيحه والمسانده في هالمرحله، نحن عارفين ان هالمرحله وايد صعبه وهو تحدي وايد كبير بالنسبه لك وبالنسبه لنا، وانت الشخص ودائما نقول له يعني نحاول نقنعه ان نفس ما يقولون ان يغير رايه، وانه يحاول انه يعني يكمل انه يكمل العلاج. بس يعني في مرات نحن ننجح، وفي مرات سبحان الله يكون وايد صعب التعامل معهم، او يكون المريض مصر انه يخرج. طبعا احنا في عندنا ضد النصيحه الطبيه، وما نقدر نجبر اي شخص انه يضل. اوكي نقعد وياه
ونخبره ونخبره شو الآثار الثانية اللي راح تكون عن طريق، يعني شو اللي الأشياء اللي راح تأثر إذا هو طلع طبعاً ضد النصيحة الطبية، وبالأخير طبعاً يتواصل مع الطبيب المناوب إذا المريض أصر أنه يطمع. في واحدة من التحديات الأخرى اللي نحن نواجهها في قسم إزالة السمية، طبعاً تكلمنا عن الأعراض الانسحابية اللي هي الواضحة عندنا، الأعراض الانسحابية النفسية. المريض ممكن تكون عنده عصبية زايدة، واحدة من الأمثلة. فممكن شو يصير خلال حدوث نوبات هياج، ممكن تصير للمريض نوبات هياج وعنف للمريض، ممكن يؤدي لتعرض الممرض إلى اعتداء بين قوسين بدون قصد. ليش بدون قصد؟ لأن نحن قلنا المريض يمر بأعراض انسحابية، المريض يكون فاقد للإدراك الحسي والوعي، فنحن ما نلوم مرضانا، وبالعكس نحن مسامحينهم يعني. فطبعاً بسبة الأعراض الانسحابية اللي يمر فيها المريض، يكون طبعاً المريض يكون خارج عن الوعي والإدراك. ممكن المريض، ممكن الممرض يتعرض لاعتداء جسدي. هو طبعاً في اعتداء جسدي ولفظي، راح أتكلم عن الاعتداء الجسدي. تكون وظيفتنا أول شيء وأهم شيء إن حماية المريض. صح إن الاعتداء راح يكون علينا، بس أهم شيء عندي سلامة المريض في المقام الأول. يقول لك على الرغم من تلقي الممرض للضربات، أول شيء إحنا نحافظ على سلامة وأمن المريض عن طريق إزالة أي مواد ممكن تضر أو حادة. طبعاً إحنا ما عندنا في الأقسام الداخلية مواد ضارة أو حادة موجودة على نيرسينج ستيشن أو موجودة في غرف المرضى، بس حتى ممكن دبة الماء ممكن يعني الواحد ينضر فيها. فدايماً نحاول إن إحنا نهدي المريض، نخوز ممكن أي شيء ممكن يوصلنا. والحمد لله أحب أقول وأفتخر إن إحنا عندنا فريق التمريض، فريق محترف في التعامل مع هذه الحالات، لأن يعني أتوقع إن هاي الأشياء يعني دائماً تصير لنا خاصة في قسم الديتوكس. ودائماً إحنا في الحالات فريق التمريض يتبع البروتوكولات والسياسات المتبعة في المركز، ونحن دائماً نفتخر إن علاقتنا مع المرضى وايد طيبة. فكيف علاقتنا طيبة؟ يعني أوكي أنا قلت المريض غير مدرك للأشياء اللي هو يسويها، فعقب ما يعدي المريض هالمرحلة ويرجع للواقع وتخف عن الأعراض الانسحابية، مرضانا يجون ويعتذرون منه. ونفس ما قلت من البداية، إحنا أصلاً سامحينهم وعارفين إن الواحد يعني حتى الإنسان يعني الشخص العادي ممكن إذا طلع عن طور ممكن يعني يسوي أشياء يمكن هو ما فكر فيها. فكيف عن شخص يمر في مرحلة وايد صعبة ونحن مقدرين هالشيء، ونفرح وايد ونفتخر بمرضانا إن مرضانا دائماً علاقتنا طيبة وياهم، ونشوف إن المريض عدى هالمرحلة على خير واستكمل علاجه وإنه يراجع باستمرار في العيادات الخارجية، فهالشيء وايد يعني يفرحنا فيهم. في واحدة من التحديات نفس ما قلت الاعتداء اللفظي، نفس ما قلت حدوث نوبات هياج وعنف للمريض، ممكن في اعتداء لفظي يكون علينا. ونفس الشيء نحاول ان احنا نهدي المريض، نشوف شو السبب اللي وصل له الحاله. ممكن في خطا منه، ممكن في اشياء المريض مضايق منها. احنا لازم نعرف كل مريض شو الشيء اللي وصل له الدرجة. في عندنا تقريبا هاي اغلبيه الاشياء في مرحله ازاله السميه. في عندنا المرحله الثالثه اللي هي مرحلة ما بعد إزالة السمية، اللي هي مرحلة إعادة التأهيل. طبعاً عقب ما نتأكد من الاستقرار النفسي والجسدي للمريض، نتأكد إن المريض ما عنده أعراض انسحابية لا نفسية ولا جسدية، المريض حالته مستقرة قادر يتكيف وقادر ينتقل للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة التأهيل. طبعاً هالمرحلة تأخذ عدة أسابيع، يتم فيها في المرحلة يتم تدريب المريض على كيفية تلافي العودة للمخدرات، تدريبه على كيفية إدارة شؤون حياته بدون تأثير مواد مخدرة. ممكن تمتد هالمرحلة حتى بعد خروج المريض من المركز، وتستمر المتابعة والدعم من خلال العيادات الخارجية. واحدة من التحديات اللي تواجهنا في قسم إعادة التأهيل، طبعاً قلنا المريض مستقر نفسياً وجسدياً، بس في بعض تحديات تكون عندنا. من أهم التحديات اللي هي
ظهور اعراض الشوك للمريض. اوكي المريض ما عنده اعراض انسحابيه، بس المريض في عنده اعراض الشوك. شو هي اعراض الشوك؟ طبعا هالاعراض اكثر شيء تطلع بالليل. يوم تجي فتره الليل المريض يتذكر انه في هالفتره كان يتعاطى مخدر معين، يجي شوك لهالماده. فشو يصير؟ يجينا المريض على الريسبشن يقول له خلاص انا ما اقدر اكمل مرحله العلاج وابى اطلع. نساله زين شو الاسباب؟ نفس ما قلنا نقعد مع المريض نهديه، نساله شو الاسباب؟ هل بدر منه التصرف؟ هل ناقص منك شيء؟ في شيء اوكي صار ممكن حوار بينك وبين مريض؟ نبى نعرف يعني شو السبب اللي يخليك انت تبى تطلع من المركز. وفي اغلبيه المرضى يعترفون لنا. ليش يعترفون لنا؟ قلت من البدايه في علاقه ثقه، في علاقه مهنيه بينه وبين المريض. اي المريض يقول والله يا فلان انا حاسس بشوق للماده، اوكي انا ما عندي اعراض انسحابيه بس انا مشتاق لهالماده، يومي الليل انا اتذكر يوم كنت اتعاطى اخذ الماده المعينه. طبعا شو نسوي؟ احنا نقعد مع المريض نفس الشيء دائما، احنا يعني اكثر دورنا ري اشورنس للمريض. دائما خبر المريض اول شيء نقول له، اول شيء نقنع المريض باهميه استكمال البرنامج العلاجي ونخبره. شو نقول له؟ يعني يمكن اكثر شيء نقدر احنا نقنع فيه المريض ان انت عديت مرحله وايد صعبه، انت عديت مرحله ازاله السميه، المرحله اللي كانت وايد صعبه وانت عديتها، ونقول له غيرك ما قدروا يعدون هالمرحله، انت ما شاء الله عديتها، وصل الحين ما شاء الله عندك استقرار نفسي وجسدي، وانت عديت اصعب مرحله وهي مرحله الاعراض الانسحابيه، وهذا يدل على انك شخص قوي، شخص حاب يغير من نفسه، شخص حاب انه يكون فعال في هالمجتمع. وانت في مرحله، انت الحين في مرحله اللي هي مرحله التاهيل، انت في مرحله وايد مهمه ومتقدمه في العلاج، يعني انت نفس ما يقولون انت ذهب الكثير وبقي القليل، يعني انت عديت اصعب مرحله وباقي شوي وبتخلص بتخلص مرحله العلاج. نقول لي انت طبعا عديت مرحله وايد مهمه ومتقدمه من العلاج والشفاء التام، وصولك لهالمرحله يعتبر انجاز. فدائما نحاول ان احنا نطمن المريض، نحاول نقنعه دائما ان مرحله الشوق او اعراض الشوق اللي انت تحس فيها هذه مرحله وايد عاديه، مع الفريق العلاجي، مع الندوات، مع المحاضرات، مع الدكاتره والسوشيال وركرز ومع السايكولوجيست، هالاشياء كلها راح تزول، بس تاخذ وقت. بصراحه نحن يوم سوينا هالمحاضره كان وايد، يعني كان موضوع وايد صعب لنا ان نحن نتكلم عن دور التمريض، لان الدور وايد كبير وحابين نحن يعني ما نثقل على الناس. كنا حابين نوضح اهم النقاط او اهم الاشياء اللي نحن نسويها لمرضانا. اكثر شيء كنا نحن نسويه حق مرضانا اللي هو سبورت. طبعا نحن فريق علاجي متكامل، انا ما اسوي سبورت بروحي، انا عندي فريق علاجي متكامل من الاطباء، من الاخصائيين النفسيين الاجتماعيين، مع حتى مع شؤون المرضى، يعني كل شخص له دور معين وله دور مهم في الخطه العلاجيه للمريض. نفس ما قلت وايد يعني صعب ان احنا نحصر المهام اللي نحن نقدمها للمريض، بس دائما نفس ما قلنا نقول للمريض انك انت الاساس عندنا وانت الشخص المهم، ودائما نتمنى انك انت تكون بخير وعافيه وتمر بهالمرحله، وراح نكون وياك وراح نكون لك سبورت، وان شاء الله راح تكون شخص متعافي. وايد نفرح ان احنا نشوف مرضانا في العياده الخارجيه متعافين ويراجعون بانتظام. صح احنا وايد نتعب وياهم، صح ان هذا شغلنا، بس فعلا يعني شغلي انا كممرضه، ممرض مختص في مركز ادمان، غير اني انا اكون ممرضه في مستشفى عادي. شغلنا وايد صعب معاهم، في وايد ستريس، بس والله العظيم ان كل هالتعب يروح يوم يشوف مرضانا في العياده الخارجيه، او اشوف مريضي عنده مرحله الاعراض انسحابيه وما طلع ضد النصيحه الطبيه وحاول انه يتجاوز هالمرحله الصعبه
وانتقل لمرحلة التأهيل، وبعدها طلع المريض بخير والسلامة ويراجع في العيادة الخارجية. دكتور كم بقالي من الوقت؟ باقي لك من الوقت ربع ساعة. أوكي. أتوقع إني كنت وايد سريعة، بس مش عشان أخلص بسرعة، بس يمكن أنا وايد سريعة. المهم دكتور، حبيت إذا تسمحي لي في كذا نقاط بعد أبا أثيرها وبنستفيد من وجودك معانا اليوم. النقطة الأولى، أول شيء يعني يعطيكم العافية، يعني فريق التمريض أحب أختصر يعني لمتابعينا أنهم الذين ينقلون لنا الصورة اليومية للمريض وتطور العلاج معه ومدى استفادته من العلاج، وهل تظهر عليها أعراض إيجابية أو أعراض سلبية. الشغلة هذه تحتاج حرص، تحتاج مراقبة، تحتاج تركيز من الممرض اللي يداوم في شفت يصل إلى 12 ساعة. فتخيلوا المهمة اللي موجودة على الممرضين هذين، بالإضافة إلى المخاطر التي قد يتعرض لها الممرض في قطاع الصحة النفسية وبالأخص قطاع علاج وتأهيل المدمنين على المؤثرات العقلية. السؤال الأول عندي أستاذة فرح، وانتوا تراقبوا المريض في مراحل العلاج المختلفة، شو أهم الأشياء اللي توفرونها والمعلومات اللي توفرونها، وهي أيضا تحدد مسار الخطة العلاجية اللي يضعها الطبيب النفسي، الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي وشؤون المريض؟ دكتور نحن يوم نقيم المريض، نقيم المريض أزهول، يعني أوكي أزهول، أنا يهمني المريض حالته النفسية، حالته الجسدية، يعني أقل شيء في نقطة أنا ما ذكرتها، نحن عندنا تقييم المريض، أنا كممرض موجود في الشفت، أنا كل ساعة لازم أروح أشوف المريض كل ساعة، وعندنا شيت معين يبين أن أنا لازم أوكي. الحين أنا راح أتكلم عن قسم إزالة السمية، ممرض واحد موجود مع 16 مريض، أنا دوري ومهامي الأساسية أني أروح أشوف كل مريض كل ساعة كل ساعة، يعني وايد يهمني المريض، إذا عندي مريض ساعة كاملة ما طلع من الغرفة، أنا لازم أروح أشوف هالمريض ليش ما طلع، هل مريض نايم، في فرق عندي مريض نايم نومه وهو مرتاح، وفي فرق إن مريض قاعد يعاني بالسرير ومش قادر يقوم من سريره لأنه هو تعبان، فإذا أنا ما أروح كل ساعة أشوف المريض ما راح أقدر أقيم حالته. عندنا العلامات الحيوية في كل شفت، نحن أنا لازم أشوف للمريض شو نتأكد من العلامات الحيوية، إذا المريض عنده حرارة، دقات قلبه سريعة، الضغط عنده ناقص، الأكسجين عنده ناقص، طبعاً على حسب كل حالة، يعني إذا عندي مريض ضغطه وايد مرتفع أكيد أنا ما راح أشوف العلامات الحيوية مرة في الشفت، لا، أنا لازم مثلاً بعد نص ساعة أو مثلاً أكلم أخلي المريض يرتاح نص ساعة، وبعدها إذا بعد الضغط وايد مرتفع أتواصل مع الدكتور الباطني الدكتور خالد وأبلغه بالحالة. نتكلم عن الأعراض الجسدية، إذا المريض عندي ألم، عندنا تقييم للألم، عندنا من 0 إلى 10، أنا أروح للمريض وأشوفه، في فرق بين مريض عند الألم 2 وفي فرق بين مريض عند الألم 8، يعني مريض قاعد يصيح لي، مريض قاعد يصيح في الغرفة، أو مريض هو قاعد وياي يعني ضاغط على إيده أو مبين من وجهه أنه تعبان، يفرق عندي عند مريض مثلا عند الألم وايد بسيط، عندنا أدوية معينة، أوكي أدوية ممكن للألم البسيط، في عندنا أبر للآلام القوية. أشكرك يعني على طرح النقطة هذه، لأن نقطة مهمة يعني في مراقبة المرضى ومتابعتهم، أنه ممكن المريض يكون في مرحلة من الألم ما قادر حتى يشتكي من كثر الألم اللي فيه، فهنا يجي دور التمريض اللي يبلغ الطبيب بالملاحظات المهمة هذه، وعلى أساسها يعدل الطبيب في الخطة العلاجية اللي يتبعها مع المريض. دكتور في هالنقطة أنا يوم أتكلم عن تمريض موجود في القسم وفي ثقة، في ثقة بينه وبين الفريق العلاجي، يعني الحين أنا المريض، أنا موجودة مع المريض بس أتصل فالدكتور الباطني وخبره الدكتور عندي المريض يعاني 1 2 3، المريض راح الطبيب راح يحط الخطة العلاجية على أساس الكلام اللي أنا قلت له إياه. إذا أنا الشخص مش ثقة والشخص مش كفؤ والشخص مش قد هالمكان، راح يكون في فرق بين يعني في الخطة العلاجية، ممكن من كلامي أنا الدكتور ممكن يعطي
ممكن الدكتور يشخصه تشخيص غلط، بس الحمد لله يعني الفريق اللي موجود هني كلنا فريق ثقه، كل واحد واثق في الثاني، الدكتور ياخذ على كلامه وعلى اساسه يحط الخطه العلاجيه للمريض. ممتاز. في ايضا من التحديات اللي متاكد ان تواجهونها خصوصا مع مرضى الادمان، يعني من السلوكيات اللي تحدد مريض الادمان يكون عنده التلاعب مع الناس ويحاول يوصل للاشياء بطرق ملتويه ويحاول يكذب او يخادع او يراوغ، فكيف تتعاملوا مع الحالات هذه او شو اساسيات التعامل مع الحالات هذه؟ اوكي دكتور، في وحده من هالنقاط نحن عندنا اذا نعطي المريض هالشيء متعارف فيه في اكبر المستشفيات، مرضى لعلاج الادمان او الامراض النفسيه، وقت يوم نعطي الادويه نحن يوم نعطي المريض الدواء لازم نشيك ان المريض بلع الدواء او لا. انا كيف ابني الثقه بيني وبين المريض؟ يعني اوكي المريض يقعد صح، في كاميرا فوقه، طبعا كاميرات موجوده في كل مكان في القسم لسلامتي ولسلامه المريض. نخبر المريض ان انا اعطيتك الدواء، ممكن تفتح بس اشيك انك انت بلعت الدواء. اول كلمه شو يقولنا اياها المريض؟ اغلبيه المرضى انت مش واثقه فيني؟ اوكي انا ما بخش الدواء. زين انا شو بسوي في الدواء؟ ترى انا ببلع. اقول له لا. بعدين يقول لي لا ترى في كاميرا فوق راقبتني شافتني اذا انا بلعت ولا لا. قلت له اقول له لا، انا في ثقه متبادله بيني وبينك. انا مش معناته اقول لك اشيك على الدواء على اساس انا مش واثقه فيك، انا واثقه فيك. بس في بروتوكول وسياسة انا لازم امشي عليها في المركز عشان سلامتك، مش معناته انا مش واثقه فيك، لا انا واثقه فيك. تخيل دكتور يوم انا اقول للمريض انا واثقه فيك، والله حتى لو المريض يعني في مرضى صح ممكن يعني يحطون الادويه يعني تستغرب، ممكن يحطها هني تحت لسانه، ممكن يحطها في خده، ممكن يبلعه وبعدها يروح عنه ويطلعه، حتى ممكن يوصله يعني لبلعومه ويمشي عنه وبعدها يروح غرفته ويطلع الدواء. دائما ابني الثقه، اقول للمريض انا واثقه فيه، ما تهمني الكاميرا، الكاميرا موجوده عشان سلامتي وسلامتك مش عشان انا راقب، انا واثقه فيك بس عشان سلامتك انت. نفس ما قلنا المريض يوصل لمرحله مش مدرك لتصرفاته، فانا لازم انا احمي. في مرضى يراوغون، في مرضى يخشون ادويه، بس الحمد لله نحن نكشفهم. يعني حتى لو في المرضى اللي هم يعني اشطر الناس اللي ممكن يوصل الدواء لبلعومه، نحن لازم نخليه يشرب ماء، حتى ممكن يخلص الماء كامل ونخليه يتكلم، لان لو هو موقف هني ما بيقدر يتكلم. بس في الاساس لازم انا ابين اني انا واثقه فيك، وها بروتوكول وسياسه انا امشي عليها، مش معناته انا مش واثقه فيك. صحيح، وحتى اظن الاطباء حتى يتابعوا يعني من خلال الفحوصات الدوريه يبين يعني في الدم وفي الله يعزكم البول، يعني نتاكد من ان المريض ياخذ الجرعات وملتزم بالعلاج الدوائي ايضا، هذا شيء مهم. احب انوه لشغله بخصوص الكاميرات، الكاميرات هذه موضوعه لاستخدام الفريق العلاجي واطلاع الفريق العلاجي فقط، احنا ناكد على موضوع السريه والخصوصيه في التعامل مع المرضى، وهي اشياء لحفظ سلامه المريض والناس اللي يتعاملون مع المريض، وما حد يطلع على التسجيلات هذه خارج نطاق فريق العمل الذي يتعامل مع المريض. ايضا استاذة فرح، في نقطه اخرى يعني في التعامل مع المرضى وهذا شيء تشوفوه في بشكل يومي، شو دور التمريض في اقناع المريض باهميه العلاج، خصوصا المرضى اللي يشوف نفسه في البدايه خصوصا في فتره ازاله السميه وقوه الاعراض الانسحاميه انه ما يبي يكمل العلاج ويقول انا ابغي اطلع، فهنا في دور مهم هنا ايضا للتمريض في اقناع المريض، فشو الاساليب اللي تتبعونها في اقناع المريض بانه يستمر في العلاج؟ دكتور نفس ما قلت من البدايه، في ثقه وفي علاقه وايد طيبه بينه وبين المرضى، يمكن هالشيء وحده من الاسباب اللي ممكن نحن نقنع فيها المريض. يعني انت اذا الشخص مثلا ما بقول لك تعزه، بس مثلا هالشخص انت تعرف ان هالشخص وقف وياك، هالشخص من البدايه من اول يوم شافك فيه قال لك انا بوقف وياك، انا السند، انتوا عندنا الاساس، انتوا عندنا اهم شيء في هالمركز، نحن راح نوقف وياكم، راح اوصلك لبر الامان، لا تحاكي اي شيء تبان، احنا موجودين. تعب نفسيا، في ادويه نفسيه، تعب جسديا، في ادويه ممكن طبيه راح تساعدك، نحن موجودين عشان اهم شيء تعدي هالمرحله. فتخيل انت من البدايه كان في شخص بين لك ان انت الاساس، ونحن موجودين على اساس نساند ونوقف وياك وراح تعدي هالمرحله على خير. فيومي المريض يطلع او يفكر يقول
ودكتور نحن ما نلومهم يعني فعلا من يعني من صعوبة المرحلة اللي يمر فيها المريض، كل إنسان ممكن يجي فترة ويضعف، فيوصل المريض لمرحلة يا هي شوق يعني وايد صعب، مثلا الشخص نحن قلنا سنوات يستخدم المادة ويفجأة يوقفها، وايد صعب إنه ممكن يعني يقدر يعدي هالمرحلة. فأول شيء بسبب العلاقة الطيبة اللي بينه وبينهم، نقعد مع المريض نحن ونحاول نقنعه إن أنت يعني شو اللي تبانه نحن نساعدك فيه. تعبان نفس ما قلنا، تعبان نفسيا في أدوية، تعبان جسديا في هذا، في دكتور يعني يمكن ما راح تصدق في أشياء ما نقول تافهة، نحن يعني نشوف أشياء بسيطة لكن هي كبيرة للمريض. كيف نكتشفها؟ نحن يوم نقعد مع المريض، يعني المريض يقول والله انا بأطلع، انا بأكمل بس بأطلع، لان مثلا عندكم نحن عندنا في الديتوكس دكتور ممنوع المكالمات للمرضى، لان نفس ما قلنا المريض في مرحله وايد صعبه ما يقدر ممكن يكلم اهله، او المريض متاثر بادويه مخدره معينه ياخذها في قسم الديتوكس على اساس انه يعدي هالمرحله. وهنا سؤال مهم، لان في سؤال انطرح، يعني شكرا ذكرتي النقطه هاي بالنسبه لل الأدوية والعلاجات التي تعطى في فترة إزالة السمية. توضيح سريع لأعزائنا المتابعين، فترة إزالة السمية هي الفترة اللي يعمل فيها الفريق العلاجي مع المريض على التخلص من الأعراض الانسحابية بشكل خاص، اللي هي الأعراض الانسحابية الجسمانية. الأعراض الانسحابية النفسية تأخذ فترة أطول وتدخل أيضا في مرحلة إعادة التأهيل. هاي الأعراض قد تستمر من 5 أيام إلى توصل إلى 10 أيام أو حتى 12 يوم في بعض الحالات. الأدوية والعقاقير التي تستخدم في هذه المرحلة هي حتى لو بعضها كان له بعض التأثير المخدر، هي ليست أدوية يستعيض بها المريض عن المواد المخدرة التي يتعاطاها، وليست أدوية للإدمان، بل هي أدوية للسيطرة على الأعراض، مثل ما شرحنا لكم في ندوة سابقة عن كيف تأثر المواد على دماغ الإنسان. ففي أماكن في الدماغ هذه تكون مستثارة وهي اللي مسببة الأعراض الانسحابية، فلازم نعطي أدوية وعقاقير معينة تسيطر على الأعراض عشان يقدر يعدي المريض المرحلة هذه بسلام. لأن ما أبغي أنا أطيل في النقطة هذه، لأن بعض الحالات مثل مدمن الكحول، مثل مدمن المهدئات، قد تكون الأعراض الانسحابية خطيرة جدا لدرجة أنه قد يفقد الوعي أو يدخل في نوبة صرع، فلازم يكون في علاج دوائي يساهم في أن تكون حالة الدماغ مستقرة وما تكون في أعراض انسحابية خطيرة. وهنا هي ايضا يعني دور التمريض في توعيه المريض في هالفتره، يعني هم مو بس يواسوا المريض، يشرحوا له انهم وياه وانه هو يتلقى الدعم اللازم، ايضا يثقفوه بالاشياء اللي هو قاعد يمر فيها، ان هاي اشياء بيمر فيها فتره وجيزه من الزمن، بس هذا هو الضروره انه يحتاج علاج. فهو واحد كان حتى كاتب سؤال قبل شوي، هل المدمن قادر على ترك الماده المخدره من غير علاج ومن تلقاء نفسه؟ للاسف هي تسبب إدمان، وهي تسبب فقدان سيطرة، وهي تخرب حياة الناس، لأن أكثر من 95% منهم ما يقدر يتركها بنفسه بسبب الأعراض الانسحابية القوية والشديدة والخطيرة اللي يصاب فيها. في سؤال أيضاً، بتكملي بس شرح في أوكي دكتور، بس أضل نقطة بسيطة، فنحن أنا بننتقل للأسئلة بعدين. أوكي فدكتور، نحن بنعرف شو السبب اللي يبى المريض يطلع، يعني قلت لك في سبب ممكن وايد بسيط. لو تضغطين على الان ميوت مره ثانيه لان صوتك راح. هلا دكتور. نعم. فنحن لازم نعرف السبب اللي خلى المريض انه يطلب للخروج. مرات ممكن تكون سبب مكالمه بسيطه يبي يطمن، او عنده موضوع خارج موضوع عائلي يبي يطمن عليه. وطبعا احنا عندنا المكالمات في قسم الديتوكس ممنوعه، مع ذلك في تفاهم من الطبيب، طبعا باذن الطبيب ممكن المريض ياخذ مكالمه هاتفيه. فتخيل يعني بس سبب مكالمه هاتفيه ممكن نحن نقنع المريض انه ما يطلع. فلازم نحن نعرف السبب، شو السبب اللي مخلي المريض انه هو يطلب انه يطلع من يطلب او يخرج ضد النصيحه الطبيه. طبعا الخروج ضد النصيحه الطبيه المقصود فيها هو ان المريض يقرر قطع العلاج، هذا طبعا للمرضى الطوعيين. المرضى الغير طوعيين ما يقدر يطلع إلا بعد رفع التقرير للجهة القضائية ويأمر بإخراجه من العلاج. تفضل يا سيدة.
في سؤال أستاذ فرح يقول هل التدخل العلاجي يؤدي إلى الإدمان؟ هذا سؤال دائما يتكرر، أحب أسمع منكم من التمريض هالمرة، دائما أنا أجاوب عليه السؤال هذا. دكتور توك جاوبت على السؤال وقلت نحن الأدوية اللي نعطيها في المركز الوطني للتأهيل هي أدوية المريض ما يدمن عليها، هي أدوية مساعدة إن المريض يتخلص من هالآفة. حتى مرضانا يقولون يعني مثلا واحد يقول أنا أتعاطى مادة معينة ليش ما تعطوني هذه المادة؟ نحن نقول له لا، يعني هذه أدوية مساعدة وأدوية المريض ما يدمن عليها، يعني عقب ما تطلع من عندنا من المركز الوطني نحن ما نبارك تتخلص من مادة أو من مشكلة معينة وتدخل لمشكلة ثانية اللي هي مشكلة الإدمان على أدوية موجودة عندنا في المركز. طبعا الأدوية الموجودة عندنا في المركز أدوية ما يدمن عليها المريض، هي أدوية مساعدة أن المريض يتخلص من هالمشكلة. وحتى أبسط يعني للمشاهدين، اللي يقوم فيه أي مركز علاج إدمان ومركز إعادة تأهيل ثلاث أشياء رئيسية. أول شيء نعالج الإدمان الجسدي، الإدمان النفسي، والإدمان السلوكي. إذا إحنا وظيفتنا وشغلنا وحتى الأدوية والعقاقير التي نستخدمها هي لعكس حالة الإدمان اللي وصل لها الشخص، وليس لأن إحنا نسبب له حالة إدمان أخرى. إذا سببنا له حالة إدمان أخرى إحنا كأن ما عالجناه، وهذا ما في أي مركز علاجي يتفق على أنه يقدم شيء للمريض قد يؤدي أنه يدمن على حاجة ثانية. لكن اللي يصير مع بعض المرضى إيش؟ هنا في سلوك إدماني اللي هو تبديل المادة المخدرة أو اللي هو الاستعاضة عنها بمواد قانونية. للأسف بعض المدمنين يخدع نفسه، وما يخدع المركز العلاجي أو يخدع أهله أو يخدع المجتمع، هو يخدع نفسه لما يقول أنا بتوقف عن تعاطي مخدرات مثلا يجرمها القانون وبروح مثلا بشرب خمر أو بتعاطى غرة أو صمغ أو غاز ولاعات، هاي أشياء مش ممنوعة ولا يجرم القانون استخدامها. زين، هذه أعذار يختلقها المريض، وإحنا هذا الشيء أيضا نلاحظه في المريض ونسأل المريض، وأيضا من فحوصاتنا بنعرف إذا هو قاعد يتعاطى الأمور هذه، وهذه تكون دليل في المتابعة عندنا أن هل المريض ملتزم بالعلاج وجاد في العلاج ولا هو ما زال في عالم الإدمان. لأن المريض اللي يحضر لمركز العلاج وبعد ما يطلع يروح يتعاطى أي مادة أخرى ذات تأثير عقلي، هذا كأنه لم يتعالج. لذلك كانت دائما النقطة والرسالة اللي احنا نكررها أن أهم خطوة وأهم خطوة في العلاج هي أول شيء إقرار المريض أنه عنده مشكلة تحتاج علاج، إن المشكلة هاي ما بيقدر يحلها من تلقاء نفسه، إنه هو يحتاج العلاج والمتابعة. كثير من المرضى حتى بعد 10 سنوات من المتابعة، من يقطع متابعة العلاج ما نشوف إلا بعد كم شهر لا قدر الله يرجع لنا مرة ثانية. وأظن ممكن يعني تشاركي لنا أحد الأمثلة أو القصص اللي مرت عليك أستاذة فرح من المرضى هذه. دكتور أنا كملت 4 سنوات في المركز، فكنت أسمع وايد وايد قصص. يعني نحن عندنا أتوقع الـ NRC number اللي هو رقم الملف بدأ من رقم 1، يعني تسلسلين رقم معين. فكنت أسمع من زملاء الممرضين إن في أرقام يعني اللي هم بدايات الناس اللي يتعالجوا في المركز، ونقطعوا فترة طويلة يعني 10 سنوات 13 سنة، وفجأة مع الأسف يعني الشخص رد يتعاطى. فوايد نحزن على هالقصص. يعني الشخص صبر أو مثلا وقف من المواد المخدرة سنة طويلة، وبعدها بسبب يعني وايد أشياء، ممكن ظرف صار له، رد لأصدقاء الأوليين، يرجع مرة ثانية من أول وجديد لنفس دوامة الإدمان. فوايد يعني تحز في خاطرنا. تمام، إذا في حد من الجمهور حاب يطرح أسئلة على الأستاذة فرح أو علي، أنا شلت المفروض الميوت عن الجميع. دكتور بس في ما أعرف ليش لما أشيل الميوت يصير ميوت. زين، حاولي الحين أستاذة فرح تجربي تشغلي المايك. اوكي دكتور. دكتور حبيت اوضح نقطه وايد مهمه، ان احنا عندنا التمريض في المركز الوطني للتاهيل معدين اعدادا اكاديمي ومهني على مستوى عالي. نفس ما انت تعرف طبعا التمريض عندنا نحن دائما مدربين تدريب مستمر، ونتعاون مع افضل مراكز المختصه في العالم
علما بان المركز الوطني للتاهيل هو مركز متعاون مع منظمه الصحه العالميه، واقول هالكلام بكل فخر. يقوم التمريض بمهام طبيه ولوجستيه بمهنيه وايد عاليه للحفاظ على اعلى المعايير المهنيه والاخلاقيه، للاهتمام بالمريض وتلبيه حاجاته، ودائما نحن ناكد في اداره التمريض على ان الوقايه خير من العلاج. شكرا شكرا استاذه فرح. في اي اسئله من المشاهدين الاعزاء؟ تفضلوا، اللي بيسال ممكن يرفع ايده ونفتح له المايك ويسال، او اذا عنده مداخله. تفضل اخ جراح. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام ورحمه. بس ابغى اسالك، اللي يتم القاء القبض عليهم بقضايا التعاطي عندما يتم اخلاء سبيله، هل لابد من خضوع للعلاج؟ ما فهمت سؤالك عن اخلاء سبيله، يعني هو ينمسك يعني يتعاطى ماده مخدره وبعدين يتم احالته للقضاء للحكم لاصدار الحكم في حقه، يعني هل قصدك اخلاء سبيله من السجن او اخلاء سبيله من المركز العلاجي؟ لا، من السجن. نعم. هل لا بعد ما يصدر العفو او بعد ما يكمل المده؟ لا، بعد ما يكمل المده. هو في الحالتين، سواء صدر عفو او كمل المده، راح يكون الاجراء انه لازم بيتابع مع قسم المكافحه. زين، في هاي الفتره يكون نحفز المريض ونشجعه انه يبادر بطلب العلاج. ليش؟ لان المريض حتى لو في هالفتره، فتره المراقبه اللي هي تمتد لسنتين، لو تابع معانا في المركز وتابع مع المكافحه والفحوصات عنده سلبيه مع الجهتين، ممكن تنخفض الفتره هذه من سنتين الى سنه واحده. وهذا الشيء احنا في يعني اتفاقيه بيننا وبين شرطه ابو ظبي في هذا المجال، اذا كان هذا قصدك بالسؤال. هذا هو قصدي يعني. نعم، مشكور مشكور. حياك الله اخوي جراح. الله يحييك. في اسئله اخرى؟ بعد ما زال عندنا يعني تقريبا والعشر دقائق، اذا عندكم اي اسئله او اي مداخلات تفضلوا. زين، انا عندي سؤال. شكلي اليوم الاسئله كلها بتكون من عندي انا. حاله صعبه مرت على فرح المهيري وتصرفت معاها، والامور المريض الحمد لله صارت افضل الحين. دكتور، احنا يوميا نكون يعني، والله اقول لك، في كل شفت يكون عندنا تحدي. عشان شي دائما احنا نقول الواحد قبل لا يدوم لازم يكون يعني نايم زين، ماكل زين، تكون اموره طيبه ويكون مصحصح. تعرف نفسي يوم انت تشتغل في الطوارئ؟ نعم. في مستشفى في الطوارئ تتوقع اي حالات، ممكن حادث، ممكن يعني حالات وايد صعبه، هو هذا اللي يصير لنا في المركز. ما اتذكر والله، وايد اشياء صارت. دكتور، إذا بنتكلم عن، أنت طرحت النقطة عن مريض الكحول. نعم. في أغلبية مرضى الإدمان أو المرضى اللي هم يتعاطون المواد المخدرة مش الكحول، دائما يظنون أن مريض الكحول أنه يعني إدمانه وايد سهل. حتى نحن نسمعهم يوم يسولفون يا بعض أن أنت بس خمر شو ولا الشيء هذا، تكتر براحتك وتوقف. لكن هم ما يعرفون أن نحن، أنا بالنسبة لي يوم يدخل عندي مريض كحول، ما راح اقول لك يعني مريض الكحول يعادل كم مريض ادمان، بس هالمريض عندي كمريض طوارئ، مريض امرجنسي، ممكن في اي لحظه يصير له، ممكن في اي لحظه المريض يدخل في غيبوبه، ممكن في اي لحظه المريض تصير له تشنجات. فنحن دائما ناكد على مرضانا، خاصه مريض الكحول، ان انت راح تمر في هالمراحل. اذا حسيت مثلا اوكي نخبره، إذا حسيت في تشنج، بداية مثلاً تشنج، أو مثلاً ما تحس بأصابع إيدك، ما تحس بأصابع ريلك، حسيت في شيء تغير عليك، حسيت إنك مدوخ، إنك مضيع المكان، مش عارف أنت وين، مش عارف الوقت،
اوكي صح احنا نتواصل معه، بس يمكن خلال هاي الفتره الساعه او نص ساعه انا اكون مشغوله بمريض ثاني، فدائما احنا نخبر المريض ونوعيه ان انت ممكن تمر عليك مراحل معينه او مثلا اعراض مهمه، اذا المريض عرفه ممكن هو يساعدنا. ففي مرت علينا يعني حالات مرضى وصار يعني صار له تشنج، بس الحمد لله ان الحالات كانت يعني حالات بسيطه، عرفنا كيف نتعامل معها وما صار يعني انه هو شيء كبير ممكن شيء يذكر، بس في حالات يعني صارت قدامنا. في سؤال يقول اللي هو السؤال، الفئات العمريه المسموح يستقبلها المركز للعلاج. الدكتور هذا سؤالي ولا لك؟ هذا سؤال لنا احنا الاثنين، تبي تجاوبي ولا اجاوبه؟ أنا أعرف في حالات يعني أعمار صغيرة يعني يتنا، بس لازم موافقة ولي الأمر إذا مثلا واحد كان أقل عن 18 سنة. فهو بشكل عام احنا نعالج الشباب ونعالج البالغين الأعمار من 18 فما فوق، بالنسبة للمراهقين ندرس حسب الحالة وحسب أهمية إدخالها للعلاج، لأن لهم ظروف خاصة ولهم برنامج مختلف شوي عن علاج اللي هم الناس البالغين. استفسار بخصوص التمريض إشرافهم على الحالات يكون في مرحلة سحب السموم أو التأهيل الداخلي أو الاثنين معا. يمكن ما لحق الشرح في بداية المحاضرة، فيقول هل دوركم في مرحلة معينة ولا في جميع المراحل؟ دكتور نحن دورنا نفس ما قلت، من أول ما يدخل مريض المركز اللي هو العيادات الخارجية يبدأ دورنا، لين ما يطلع المريض من قسم إعادة التأهيل ويبدأ السايكل مرة ثانية. حتى في العيادة يعني هو كل قسم فيه طاقم تمريض في كل قسم وفي كل مرحلة، حتى في العيادة اللي بيتابع في العيادة الخارجية بيكونوا أيضا معاه فريق تمريض على طول. سؤال يقول كم نسبة شفاء المرضى لديكم؟ بالنسبة لنسبة شفاء المرضى تختلف، طبعاً ما نقدر نقول بشكل عام لأن المرضى يختلفون باختلاف الحالات، لكن الحمد لله نبشركم أن نسب الشفاء مقاربة للنسب العالمية. بالنسبة لمرض الإدمان كمرض مزمن نسبة الشفاء العالمية تتراوح بين 25% و45%، والحمد لله إحنا النسبة عندنا في نفس النطاق هذا، لكن ما نقدر نقول نسبة بشكل عام لأن متغيرة النسبة سنويا على حسب عدد المرضى وعلى حسب عدد يعني حالات الانتكاس وعلى حسب أيضا المرضى الجدد اللي يسجلوا معانا والمرضى اللي ما يكملوا العلاج. سؤال يقول كيف يتعامل المركز مع الحالات الحرجة؟ هل في حالات موت لا سمح الله؟ الحمد لله ظل إلى الآن ما في يعني حد. دكتور ممكن أجاوب على السؤال؟ تفضل. أوكي. بس في حد فاتح المايك. في حد فاتح المايك، تفضلي. سكرنا المايك. أوكي. أتوقع السؤال اللي هو عن حالات الأوفر دوز. نعم. راح أتكلم عن حالات الأوفر دوز. نحن ما كنا يعني حابين أن نتطرق بها، بس دام وصلنا هالسؤال حالات الأوفر دوز. وأنا شفت طبعاً هالحالات في العيادة الخارجية. أغلب الحالات كانت عندنا في العيادة الخارجية. دكتور الأهل يوم يبون المريض يقولون تعالوا الحقوا على المريض، ولدي يا بيموت يا ميت، يعني المريض إيه خلاص في آخر مرحلته. إذا نحن نتكلم عن أوفر دوز ممكن يكون المريض دقات قلبه ضعيفة، ممكن الأكسجين يكون عنده ناقص، المريض ممكن يكون في غيبوبة، فالأهل ما يقدرون يعني يقارنون، أو حتى لو يشيكون عنهم يمكن الإنسان العادي ما يقدر يظن أنه خلاص يعني ما فينا. فالحمد لله التمريض اللي موجود عندنا في أكثر عن حالة أوفر دوز يت، وبعد يمكن هاي أول حالة أنا شفتها في أول أسبوع التحقت فيه في المركز، يعني حتى أنا الدكتور ظنيت أن المريض ميت، بس يوم شفت التمريض، أنا ما أمدح التمريض بس أنا أقول من الشيء اللي أنا شفته، وطبعاً أكيد في مصداقية بكلامي، إن الممرض والطبيب طبعاً انقذوا حياة المريض في الأوفر دوز. نحن شو نسوي في حالات الأوفر دوز؟ المريض يجينا نقيم حالته، نعرف إن هذه حالة أوفر دوز.
طبعا يحطوا له الابره ويعطونا الادويه، نخلي الحاله لين ما تكون حاله مستقره، وبعدها ننقل المريض على مستشفى كبير. مش معناته ان المركز مش مؤهل ومش مهيئ، لا، نحن مؤهلين ومهيئين ان نستقبل حالات اوفر دوز. في عندنا غرف معينه، في عندنا ستب معين، يعني ان نحن نستقبل حالات اوفر دوز. بس نحن ما نشجع، ما اعرف اذا هاي بتحاسب عليها، نحن مش مستشفى، او نحن بالاخص نحن مش طواري. نعم، هنا نحن نعالج حالات اوفر دوز، بس لو جاتنا حالات نحن نعالجها، والحمد لله. يعني انا اللي عارف من فتح المركز للحين ما عندنا حاله وفاه. ما ادري اذا في كلام صحيح. وهاي النقطه دائما انا اذكر فيها يعني المتابعين حتى اللي يتواصلوا مع المركز، الحالات الطارئه التي تستوجب الذهاب الى المستشفى العام يتصلوا بالطوارئ والاسعاف مباشره، لان في حالات فقدان وعي، نوبات قلبيه، ممكن يوقف عند التنفس، الاوفر دوز، فاقد الوعي، هذا لازم يروح المستشفى العام. ليش؟ لانه ممكن يحتاج غسيل معده، ممكن يحتاج عمليه، ممكن يحتاج اجراء يعني طارئ، ممكن يحتاج انه يدخل العنايه المركزه، ممكن يحتاج حتى غسيل كلى. فهاي الاشياء مش متوفره عندنا كمركز لعلاج وتاهيل الادمان. هاي الاشياء لازم تكون في المستشفى العام. فاذا كان مثلا الشخص هذا في اماره ابو ظبي يتصل بالاسعاف، فمعظم المستشفيات العامه سواء كانت المستشفيات اللي تابعه للصحه مثل مدينة الشيخ خليفة الطبية، مدينة شخبوط الطبية، مستشفى توام، مستشفى العين، أو مستشفيات أخرى، مستشفى الرحبة، أو مستشفيات أخرى خاصة عندها خدمة الطوارئ، راح يروح المريض لأقرب مركز حسب ما بيوديه الإسعاف. لما تستقر حالته الصحية يقدر يجي عندنا المركز ويتابع علاج مشكلة الإدمان والمشكلة النفسية. بالنسبة الحين بس وصلتني المعلومة، بالنسبة للحالات الشفاء في آخر السنتين معدل حالات الشفاء عندنا 33% اللي انقطعوا عن تعاطي المخدرات مدة 12 شهر. 33% هي الحالات التي تشافت وتعافت من الإدمان. طبعاً كل ما تزيد مدة المتابعة والعلاج كل ما تكون النتائج أفضل للنسب هذه. فعشان شيء مثل ما خبرتكم النسبة هاي ممكن تزيد ممكن تنقص على حسب المرضى وعلى حسب المتابعة. يعني المريض اللي مثلاً كمل معانا سنتين وهو ما انتكس، فحوصاته كلها سلبية، هذا يعتبر نجح كمل العلاج. لكن إذا هو انقطع عن العلاج سنة سنتين، احنا ما نعرف في هالسنتين شو صار مع المريض هذا. فالنقطة المهمة هنا ان مرض الإدمان لما نقول مرض مزمن، مثل مرض السكري، مثل مرض لا قدر الله بعيد عنا وعنكم سرطان، مثل ضغط الدم، مثل أمراض القلب، لمصلحة المريض انه يتابع، حتى لو يوصل لمرحلة يتابع مرة كل 6 شهور او مرة في السنة أفضل من أنه ما يتابع، لأن متابعته معانا تذكر أنه عنده مشكلة وممكن ينتكس المريض. في كذا سؤال بعد بنحاول يعني ناخذ سؤالين قبل تنتهي الحلقة. يعني ما هي خطط توسع في المستقبل والخدمات الجديدة التي راح تتوفر في المستقبل؟ حن نبشركم يعني في خدمات أوريدي بدينا نوفرها، يعني كانت مفروض تكون في المستقبل، لكن يعني رب ضارة النافعة، أزمة جائحة كورونا سرعت الأمور. عندنا الحين العيادة الاستشارية، ممكن تتواصلوا معنا على الرقم المجاني خلال ساعات العمل اللي هي من 8 صباحا حتى 4 مساء على الرقم 800-2252 مثل ما واضح في الشاشة، وتطلبوا الاستشارة عبر الهاتف اللي هي الاستشارة النفسية عن بعد. وهذه إحدى الخدمات الجديدة اللي وفرناها. نأمل أيضا أن في المستقبل يكون في خدمات لعلاج مشكلات أيضا إدمان مثل إدمان ألعاب الإنترنت وألعاب الفيديو. في سؤال ممكن تجاوبينا أستاذة فرح، واحدة تسأل كيف يتم التعامل مع المدمنات من النساء باختصار، لأن أظن موضوع هذا أيضا هذا يحتاج حلقة عشان واحد يعني يدخل ويشرح فيه، لأن لهم خصوصية أيضا المريضات. دكتور كنت حابة أتكلم عن هالنقطة. يعني مثلا أنا يوم أروح أغطي قسم الديتوكس قسم الشباب، مثلا يسألوني يقولون مثلا أنت داومتي يوم الأحد ويأتي الأسبوع اللي بعده كنت إجازة، أقول لا أنا أغطي قسم النساء. ففي وايد ناس ما يعرفون إن نحن عندنا قسم النساء، عندنا قسم نفس قسم الرجال، عندنا قسم العيادة الخارجية للنساء، عندنا قسم الديتوكس وقسم التأهيل للنساء. السؤال كان كيف اتعامل مع قسم النساء؟ كيف يتم التعامل مع المدمنات من النساء؟ نفس التعامل مع المدمنين. هم في مرات يقولون ان التعامل مع النساء اصعب، بس ترى كله يعني كله
كله نفس الشيء، يعني التعامل مع المدمنين كلهم عندهم نفس السلوكيات، نفس الاعراض الانسحابيه، نفس المشاكل. بس هم عندنا طبعا في قسم منفصل لهم فريق يعني علاجي منفصل، ومعظم الفريق يعني من العاملين من النساء ايضا اللي يتابعن المريضات عندنا. يمكن قصده من السؤال انه في خصوصيه، طبعا الخصوصيه احنا لكل حاله نعطيها خصوصيه سواء النساء او الذكور. ليش؟ لان كل حاله لها مسبباتها، كل حاله يعني مو بكل المدمنين مدمنين على نفس الماده، ممكن واحد مدمن كحول، واحد مدمن حشيش، واحد مدمن اكثر من ماده، واحد عنده امراض نفسيه مصاحبه للمشكله هذه، حد شخص ثاني عنده ممكن لا قدر الله التهاب الكبد الفيروسي جيم مثلا مع المشكله هذه. فكل حاله يعني اساسيات العلاج اللي نتبعها عندنا في المركز ان لكل حاله خصوصيتها وخطتها العلاجيه اللي خاصه فيها، وهذه احدث اساليب العلاج والتعامل مع الحالات عالميا، واللي ثبتت نجاحها يعني بالتجربه وبالابحاث، انه ما يستوي احنا نجيب علاج واحد نعالج الجميع. مثل مريض السكر، في مريض يحتاج حبوب، في مريض يحتاج رياضه ويسوي دايت وينزل وزنه يسيطر على السكر عنده، في مريض لا يوصل مرحله يحتاج ابر الانسولين، في مريض حتى الاشياء هاي كلها صارت ما تفيد معه، ممكن يحتاج جراحات اللي هي جراحات معالجه السمنه. فايضا نفس الشيء مريض الادمان، هذا اللي يصير في التقييم مثل ما شرح الدكتور محمد الجنيبي في ندوته قبل شهر لما تكلم، قال انه كل مريض يقيم ويحدد شو الاشياء اللي يحتاج ان احنا نعمل المداخلات اللازمه لحلها لدى هذا المريض. او دكتور نحن يوم قلنا بعد سواسيه في المعامله، ترى سواسيه عندنا النساء، مرضى النساء او الرجال كلهم سواسيه في المعامله في العلاج، ونفس ما قلت كل واحد على حسب تشخيصه وعلى حسب الحاله. صحيح. طبعا احنا نقدر بعد، واحد كاتب تعليق يعني النساء المدمنات ظروفهم المجتمعيه تختلف عن الرجال لان هناك وصمه عار. الوصمه هاي مرتبطه بالجميع، ممكن تكون اقوى من نظره المجتمع يعني هذه بالنسبه للنساء، لكن احنا ماخذين في عين الاعتبار هالحساسيات ونتعامل معها، ونتعامل ايضا مع اسر المريضات بكل مهنيه وبكل خبره، وان يعني نطمنكم ان الامور هذه يعني الحمد لله الفريق عندنا في المركز متدرب عليها ويعرف كيف يتعامل مع الحالات هذه. كلمه توجهينها استاذه فرح في الختام لفئه المدمنين، شو رساله بتوجهينها للمدمنين؟ دكتور من خلال هالمنصه، من خلال هالمنصه انا حابه ادعي اي شخص، اي ولي امر، اي شخص عنده انسان مدمن، ان انت لا تتردد انك تطلب العلاج والمساعده من المركز الوطني للتاهيل. مركز ثقه، دائما اكد نفس ما انت اكدت وغيرنا اكد ان في سريه تامه، نحن جهه دائما يعني نبين لمرضانا ولكل شخص حتى لاهل يوم يسالون، نحن جهه علاجيه، نحن جهه مش جهه تابعه لوزاره الداخليه نفس بعض المرضى يظنون او للمحكمه او النيابه، لا نحن جهه علاجيه خدماتنا نوفرها لمرضى الادمان، فدائما نشجعهم انهم ما يترددون ويتواصلون معنا، وما راح يحصلون الا كل شيء طيب ان شاء الله بسريه تامه، دائما اكد على هاي الكلمه. في الختام ما يسعني الا اولا اشكر الاستاذه فرح المهيري ممرضة مختصة من المركز الوطني للتأهيل، نفتخر بوجود كوادر وطنية مثلها وشرواها في المركز، والبركة في الجميع العاملين في المركز وجميع الأقسام على هذه المحاضرة الطيبة وعلى هذا الطرح الرائع، نتمنى لهم كل توفيق. وشكرا لأعزائنا المتابعين على حسن المتابعة، وإن شاء الله الأسبوع هذا يعني نكون يعني أكرم من الأسابيع اللي فاتت، وعندنا ندوتين باكر بعد بيكون عندنا إن شاء الله ندوة عن أساسيات الوالدية الإيجابية، وبنتكلم إن شاء الله بتكون معنا الدكتورة أمينة الماجد، هي مدربة ومستشارة أسرية، وبتنطرح موضوع اللي هو كيفية ضبط السلوكيات السلبية لدى الأبناء اللي هو أساليب الضبط والانضباط في البيت. نكون وصلنا كذا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا مرة ثانية أستاذة فرح، شكرا للحضور، وتصبحون على خير. أمان الله.